يا رسول الله يا أهل الوفاء، الوفاء اللهم صل وسلم يا عليه. عظيم الخلق يا بحر بحر الصفا، الصفا، اللهم صل وسلم عليه. أنت بعد الله نعم نعم المرتجى واللجى يا مجتبى يا يا مصطفى. مجتبى، يا ختام الرسل يا خير الورى، يا سريع الغوث أدرك من أفى عبدك الجاني الذي زلته أوقعته في صدود وجفا ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قطفا، فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد أجحفا، وزمان عكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا، ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي قات الحفا، وفتون وشجون ما لها كاشف إلا اعتناكم وكفى، فأغثني بغياث عاجل وافتقدني يا شريف الشرفاء، واتخذني وتداركني وكن لي معينا يا إمام الحنفاء، واحمني من كل ما أحذره في معاش ومعاد نزفا، واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا، أنت باب الله نال المرتجى والأمان من عليه وقفا، أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا، يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا، يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرفا، يا رسول الله إن الجد بوال قحط والبأساء في الأرض طفا، يا رسول الله قد أودى الغلاء بالمساكين العفاة الضعفاء، طحنتهم سنوات عجف صار فيها الكل منهم لشفاء،
وذوو الأموال منهم والغنى بخلوا بخلا قبيحا متلفا لم يدعهم بخلهم أن ينفقوا في سبيل الله معطي الخلفاء رب لا تطفنا بجاه المصطفى واسكن الغيث فإنا ضعفا قد عصينا ثم تبنا فاقل وتقبل من جنى واعترفا وارفع القحط من الأرض مع الظلم والجور الذي قد كثفا وانصر الدين وأرشد أهله وولاة الأمر وفق للوفاء يا كريما يا جوادا ماجدا يا رحيما يا لطيف اللطفا يا عليما يا حليما محسنا يا عطوفا عطفه قد ألفا يا عظيم المن والإفضال والجود والعرف الذي قد وصفا وصلاة الله تغشى أحمدا من بنار الشرك والكفر طفا وسلام الله مع بركاته وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الأصحاب ما أتباعهم دائما ما برك نجد رفرفا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر وأنثى وذكى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرم وارزق كل حلالا دائما وأخلا أدقيا علماء نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب أصابيح الورار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول صلى الله عليه وسلم فاتح رسول الله محمد عبد الله ثم الرحابي وأخواني من الأنبياء والمرسلين.
صلوات الله وسلامه على أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين ثم نشهد أن لا إله إلا الله أحمد عيسى بن عبد الله الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي ثم نحب محمد من الدوري المقدم تم ذكر رحمه الله السقاف وأسوأ أبو بكر سكران ومعلوم ثم إلى عبد الله الأستاذ الأكبر وابن عبد العليم وإخوانه عمر محضر علي بن رحمه الله سلامه فخر بشوم بن سالم بن سالم قلت بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ خليل بن عبد الرحمن محمد رشيد يوسف بن عبد الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الجيلاني ثم يلرق بشاد وغات العباد بلاد الحبيب عبد الله الحداد الحبيب علي بن عبد الرحمن ثم إلى روح جد الإنسان محمد محمد الغزالي ولي أصل أحد البلدة ثم إلى صاحب الحظ المقام الحبيب جعفر مزيكا وسيدي المزيكا فوسي مفري ومن حضر فتى من السابق أن ولحق أن والدين يعديكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين أن الله تعالى شرما فلا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله يحبب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحببنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من المحبين له والمحبوبين عنده وإن الله يرزقنا إياكم التخلق بأخلاق الاقتداء به وأن الله سبحانه وتعالى يحيينا على محبته ويميتنا على محبته يحشرنا يوم القيامة في زمرة مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله سبحانه وتعالى يرحمنا الله يا رب شفاعته وبركته يا رب العالمين في الدنيا والآخرة ويرينا وجهه الشريف يا رب يقضى ونما في الدنيا في البرزخ في الآخرة وعلى هدي النيق الصالحة ومن استكون الأباء ومن هو الصالحون ومن هو صاحب الوقت ومن هو يوم الجمال في مثل الساعة وإنما قصدنا ومطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة